اللي يسأل يقول إنه بنى تجارته على قرض الربوي، قرض الربوي، وحصلت له أرباح وحصلت له تجارة، نقول عليه التوبة إلى الله عز وجل، وأن يخرج قدر المال الربوي، يخرجه ويضعه في مشروع، في مشروع نافع للناس، ويتخلص منه. قدر القرض يضعه في مشروع عام يتخلص منه، ومع التوبة إلى الله عز وجل.